مستمعينا الكرام، شوطا ينتهي وشوطا ينطلق. الشوط الماضي ذهب مع وجود مرحب لسهيل بن سعيد بن ذويب العامري بتسع دقائق وخمسة واربعين ثانية. بسم الله وعلى بركة الله، قبل قليل اعلنت انطلاقة الشوط الثامن بمجموعة الاشواط، والشوط الثامن يحمل في كشوفاته الجعدان الثنايا المهجنات الاصايل، شوط الختام التي ودع برامجنا في هذا الصباح الجميل يوم الثنايا غدا، يوم الحول غدا، يوم الحول والزمول وحلوة المنافسة بين الكبار. ما شاء الله نسير بهذا الشوط، نبحر بكم مباشرة على مقدمة هذا الشوط. هذه شاهين محمد بن سعيد بن سلطان الاكتبي من يقدم لنا شاهين مع مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني متواجد المركز الثاني الآن اللي هو هذا مفجر سيف بن محمد بن سويلم الدرعي، من يقدم لنا مفجر مع المركز الثاني. والمركز الثالث متواجد الآن المشير محمد بن جمعة بن علي بن هيل الغفلي، نقلة مع المركز الثالث. المركز الثالث هنا متواجد الآن اللي هو النايف سهيل بن سعيد بن حمرور العامري، في الوقت الذي ننتقل فيه مع كاميرا الزميلة أم سورة العزيز إلى المركز الخامس. نجد الآن اللي هو الذيب لسيد حمدون بن حمد بن ذويب الوهيبي، وصل إلى المركز السادس. المركز السادس متواجد القاطع مصبح بن راشد بن مصبح الخميساني الظاهري، والمركز السابع سابع المراكز مكلف عبد الله بن محمد بن حروم المحرمي يحتل المركز السابع. المركز الثامن هذا هو غيث او غياث، هذا غياث مبارك بن حمد بن القرين العامري. والمركز التاسع، المركز التاسع شاهين حميد بن علي بن لاحج الاجتبي. والمركز العاشر، المركز العاشر نجد الان اللي هو قادم الان بهذا الشوط الصاحي عبد الواحد بالخزع العامري، هذا اكيد ان سلاله منصح الصاحي، هذا هو الصاحي الان مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا للمراكز العشره الاولى بهذا الشوط، بهذه التحديات، هذه المنافسة القوية التي شاهدناها بهذا الصباح مع الرقص مع الثنايا. ما شاء الله وحلوة المنافسة، ولا الشباب على الأبواب الكبرى، جائزة زايد الكبرى، جائزة هذه الجائزة، جائزة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه على الأبواب، والجماعة وأصحاب الهجة مستعدين لهذه الجائزة. في كل عام تقام بعاصمة الميادين ميدان الوثبة الذي يقف في مرحبا بالمشاركين، نسير على مقدمة الشوط.
مع المركز الأول بدأ التدير. يا سلام يا سلام يا شاهين، لا زال شاهين لا زال مسيطر مسيطر على مقدمتي هذا الشوط، يقود هذه المجموعة شاهين محمد بن سعيد بن سلطان الاكتبي. بدأ الآن ينتصف الطريق، ثلاثة كيلومترات على بداية الشوط وثلاثة كيلومترات على نهاية هذا الشوط. وصل بن حمرور، وصل بن حمرور مع النايف، النايف يا النايف، سلالة النايف السهيل بن سعيد بن حمرور العامري. والمركز الثالث هناك متواجد الذيب حمدون بن حمد بن ذويب الوهيبي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل بوشيخة، وصل مع القاطع مصبح بن راشد بن مصبح الظاهري، يقدم محمود البلوشي من يتابع القاطع. بينما المركز الخامس هذا هلان المشير، الله يا المشير، محمد بن جمعة بن علي بن هي الغفلي. هناك المركز السادس وصولا قوي من قبل شاهين حميد بن علي بن لاحج الاكتبي. المركز السابع هذا هو المفجر سيب محمد بن سويلم الدرعي. المركز الثامن متواجد غياث مبارك بن حمد بن قرين العامري. المركز التاسع هذا هو التاسع كفو محمد بن سعيد بن محمد الهاشمي بشعار بن عوي. والمركز العاشر هذا هو العاشر اللي هو لازال الصاحي عبد الواحد بن الخزع العامري. يلا يا حمود يا بن حمدون يا التبعي، روح يا سلام. هذه لان نتيجتنا للمراكز الاولى بهذا الشوط، ولكن بنسير على مقدمتي هذا الشوط. بسير يا سلام يا سلام اللي هو لازال مسيطر يقدم اجمل العروض اللي هو شاهين محمد بن سعيد بن خلفان الاكتبي. لازال مع مقدمة الشوط، ولكن دير بالك يا الجماعة قادمين واصلين، الجماعة بقوة واصلين بهذا الشوط. محمد بن جمعة بن هيل واصل مع المشير اللي حامل هذا الاسم القوي ما شاء الله، اسم المشير. هناك ايضا قادم ايضا حميد بن علي بن لاحج الكتبي يقدم لنا شاهين. وصل بوشيخ يقدم لنا القاطع مصبح بن راشد بن مصبح الخميساني الظاهري مع القاطع في المركز الرابع. وصلت القعدان، بدأت تحلو المنافسة، وصلت القعدان. أشوف السهيل بن سعيد بن حمرور مع المركز الخامس متواجد مع وجود النايف واسم جديد انضم لينا هذا الغربي خالد بن احمد بن علي البلوشي. وصل بهذا الشوط، وصلت الاسماء بالقرين واصل. ونقول وين الموقع يا شباب، موقعنا وين؟ الكيلو المتر الاخير، كيلو الامتحان يا شباب يا مضمرين يا متابعين. راح مع مقدمة الشوط شاهين، لا زال الان يتربع على قائمتي هذا الشوط مع المركز الاول بلا اوامر بلا اي تعليمات على مقدمة الشوط. ولكن اشوفني الخطورة من المشير مع المركز الثاني محمد بن جمعة بن هي الغفلي مع المركز الثاني. ووصل بن حمرور مع النايف سهيل بن سعيد بن حمرور العامري. وانطلق القاطع للسيد مسبح بن راشد. وصل الان الصايل سعيد بن محمد بن حمرور، هذا اول ذا على الصايل. الصيود
يقول يا سلام القاطع والصايل التقوا اهالي ابو سمره بهذا الشوط. يا سلام بن حمرور بن حمرور الخلساني ما حركه ما حرك القاطع. سلام يا الغبطان سلام سلام يا القلعه العناويه سلام مع القاطع. صبح من راشد الخلساني الظاهري من يحكم القبضه. المركز الثاني الصايل للسيد محمد سعيد حمرور العامري. المركز الثالث النايف سعيد السيد السهيل بن سعيد حمرور العامري. المركز الرابع اللي هو شاهين محمد بن سعيد سلطان التبي. المركز الخامس غياث مبارك بن حمد بن قرين العامري. والتوقيت الزمني بهذا الشوط متابعينا مستمعينا الكرام 9:42 يسجل معنا القاطع. تهانينا وناموس للسيد مصبح بن راشد بن مصبح الخميساني الظاهري. ونوجه التهنية أيضا لأبو شيخ السيد علي بن راشد الخميساني الظاهري مشكور محمود. وأيضا في ختام هذا السباق متابعينا